هذه هي بلدي المغار، هنا ولدت ترعرعت وتعلمت، وهنا أريد أن أبني بيتي. لكني أنا مثل الكثير من شباب البلد، لا أستطيع أن أبني بيتي. هاي الأرض تبعتي، هون أنا وأنا عم. صلنا كنا بستنى سنتين على قليلة تفوت فيها تفوت الإشوريم. فيش إشي، فيش حركة، فيش حدا عم بيتحرك، فيش إشي. يعني أنا خاطب عم بستنى، بس مش عارف وقت بدي اتجوز، عم بستنى تفوت الرخص، بدي الأرض فيها الرخص، بستنى الإشور تبع التنظيم. الله أعلم. بس أنت كنت مفكر اتجوز السنة الجاية، مع الوضع ذا السنة الجاية ولا اللي وراها شكله. مش أمل. ذهبت لكي استشير قريبي هلال الذي بنى بدون ترخيص وتورع. قبل سنة ونص خلصت عمار الدار، وهذا مثل ما صرت متحاكم من 2002 محكمتين. المحكمة الأخيرة قالت لي ممنوع هي فسكات العبودة في البنيان، فسكات الشموش. إذا برجع بشتمش في الدار أو بكمل شغل أي شغل كان، أي شغل كان إن شاء الله بدق مصمار في الدار، بتحاجة على 55,000 شيكل. كان صوت متحاكم بتاريخ 120,000. يعني مثل ما انت شايف الدار بعدها مثل ما هي، مش قادر اكمل. ايه بدي اكمل اصلا؟ يعني بدي ارجع، اذا فيش مفيش معي مصاري، عم بدفع في شهر حوالي 3500 شيكل بس. نشوف. طرح علي هلال أن أذهب معه لجلسة تعقدها لجنة أهالي البلد المتضررين التي تتابع موضوع ترخيص البناء. أهالي البلد من 97 لليوم دفعوا غرامات في المحاكم ما يقارب 21 مليون شيكل، وظل هذا المبلغ دفع غير حق. في المعلومة الترشيحة كان فيها تجميل للمحاكم، نفس المشكلة كان معرض ترشيحة، قالوا ما نقدمش لوائح اتهام ضد الأهالي العمر بدون ترخيص، تخلصوا وصادق على الخارطة الهيكلية. هيك صار، هيك صار. دير مغارلة. قررت أن أذهب إلى المجلس المحلي لكي أرى إن كان من جديد بالنسبة للخارطة الهيكلية التي اقترحها المجلس لتقسيم أراضي البناء في المغار. بدأ المجلس المحلي في تخطيط الخارطة الهيكلية للمغار في سنة 97. للأسف الشديد حتى الآن لم تنفذ. كان هناك عدة عقبات بالنسبة للمعارضين للخارطة الهيكلية، اعتراضات قدمت ما يقارب 150 اعتراض. كانت في مشكلة بالنسبة لتعيين محقق لحل مشكلة الاعتراضات، صادق على التعيين هذا، وأمل أن في خلال شهر من اليوم تبدأ المحققة بسماع المعارضين أو المعترضين على الخارطة. في قريبا تقول هاي السنة؟ طبيعي، الحديث ما يقارب الشهرين أو 3 أشهر. بعد الحديث مع رئيس المجلس خرجت متفائلا، ومن ثم ذهبت إلى مهندس المجلس. اليوم الخارطة الهيكلية موجودة في وضع استماع الاعتراضات اللي تقدمت من قبل البلد. بعد ما تنتهي فترة الاستماع للاعتراضات بده يكون تخطيط تفصيلي أكثر مع تقسيم وتوحيد للقسائم الكل مع بعض. بعد ما يتم موافقة هذا الإشي بصير الأرض عمار هون.
في يعني قريب في آل. من ناحية وقت بتخيل من هون لسنة سنة ونص لل. سنة ونص. تقريبا. رجعت إلى لجنة الأهالي لأطلعهم على الأجوبة التي حصلت عليها في المجلس المحلي. بالنسبة لما ذكر إنه الحل القضية خلال 3 أشهر اللي سمعناه من مصادر معينة هذا كلام غير مقبول وهذا كلام مش صحيح. حسب تقديراتنا ومعرفتنا في الموضوع لا يقل عن سنة. مرة سألوني شو أنتوا بتعرفوا يعني شو هو بتحطوا حالك؟ قلت لهم أنا بحط حالي بشوف إنه أنا شافي عقول في هاي الدولة عقول زي إفس. لاني انا بس اخلص جيش انا بسخ كل طلبت منهم شيء بسيسي بدي اعمر دار اسكن فيها وانا في ارضي وارضي هي يعني الدار اللي بعيده عني هنا فيش 50 متر وقدمت كل الخوارط وقدمت كل الطلبات وما توفق ليش فيش عندي اي محل ثاني يعني في شغل مكان ثاني اني اروح فيه اعمر فيه قلت لهم اعطوني في كلاني او في فحوت ما كانوش يعطوني هناك عشان هيك انا زورت اعمر مع العلم انه اذا بنمرق على الشارع الرئيسي هنا في كيلانيت حطوا تسيمرين فيش 30 متر عن الشارع في نص الشارع بده يزيحوا الشارع بده يزيحوا الشارع عشان تسيمرين عشان تسيمرين اتفحوت وكيلانيت وغيره هاي مشاريع بيجوا مثل تخنيت بيعملوها مش ارض خاصه هاي بيجوا باخذوا كذا دونمات عدد دونمات معين وبيعملوا تخنيت مفرطه بيعملوها وببلشوا يعمروا بتاخذش معهم وقت ما احنا هاي الاخرى في هاي واحد من المشاكل اللي احنا عم نواجهها عم نثيرها انه كيف منطقه مثلا هي منطقه يهوديه خلال سنه بيكونوا بلشوا يعمروا وعندنا سنين هاي الاخرى عم نواجه من حربها موجود الاجحاف موجود كل الوقت بحكيك انا مثال انا بعثت مكاتيب وصلت عند رئيس الحكومه كل الوزراء مع رؤساء الحكومه مع الرئيس اللي كان شارون جواب واحد انه احنا ما بقدرش نتدخل يا بعرفش لمين يعني احنا ما نتوجه في الشيء بعرفش مين اللي بيقدر يحلها اذا قررت المحكمه بدها تهدم بيت عندنا في المغار بيقولوا بفعل يعني بدهم ترفيز شو احنا بدنا نسوي في وضع الشكل بدي يفوت على المغار ويجرب مد ايده على دار بدي يروح بدي ينام تحت فيها يا هو يا صاحب الدار يعني يا قاتل يا مقتول أشياءتين يدور على التفسير أنا بتأمل إنه هاي الأشياء حتى يقوموها تسافر لسافر ما تسافر رسالة مش رحين يرسو أنا مش عم بقول لك واحد يروح يعمر في بعرف شوين ويطلعوا له تسافر رسالة لا لازم الناس لا اللي مقدم اللي معمر في قلب الخارطة الكيدة بيت المغار مش بعيد عن المغار كثير مقدم كل أوراق ما وافقلوش عليها شو بدكم مننا شو بدكم مننا قولوا لي أنا كمواطن شو بدكم يعني أسوي أكثر من هيك أقتل حالي يعني